برحب بحضراتكم من جديد، ويمكن هنتكلم بالتفصيل على حاجات كتير قوي حصلت الاسبوع ده في الكره العالميه. ومبارح كان قصد الاستطار على الجوله الثانيه من الدوري الانجليزي. الحقيقه شفنا فيه تالق طبعا لعدد من الانديه، شفنا ارقام قياسيه، وشفنا طبعا ليفربول وهو بقوه بيلعب تشيلسي وبيكسب بهدفين. الحقيقه يمكن من اكتر الارقام اللي لفتت نظري هو انه الجوله دي شهدت اكبر عدد من الاهداف في جوله واحده للبريمير ليج، وهو 44 هدف في جوله واحده او في اسبوع واحد. يمكن كان قبل كده الرقم القياسي كان 43 هدف. كمان كان في رقم لتياجو الكانتارا اللي جه ليفربول جديد، وقد ايه الكانتارا الحقيقه لاعب متميز جدا، وفي اي مكان او اي فريق بيلعب فيه بيكون هو عصب الفريق ده، ومن اللعيبه اللي بتبقى مؤثره قوي في الملعب. يعني غيابه كمان بيبقى مؤثر، لو في ماتش الكانتارا مش فيه يمكن الفريق ما بيبقاش في يومه قوي، اي فريق بيلعب فيه سواء ليفربول، بايرن ميونخ او غيره. الحقيقه ان هو امبارح او يمكن في الاسبوع ده عمل اكبر عدد من التمريرات الصحيحه، 65 تمريره صحيحه، وده لما شارك في الشوط الثاني قدام تشيلسي مع ليفربول. يمكن كمان كان في من الارقام كده اللي لفتت نظري انه الاخبار بتقول ساديو ماني يتفوق على كريستيانو رونالدو في البريمير ليج. حسبوها ازاي؟ بن ماني لعب 196 ماتش، وده كان نفس الرقم اللي لعبه مانشستر لعبه كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد لما كان في الدوري الانجليزي، لما وصل ال 196 ماتش. فبداوا يقارنوا عدد الاهداف، لقوا ان ماني متفوق بهدفين، ودول يمكن اللي جابهم في تشيلسي في المباراه اللي فاتت، والحقيقه اللي تالق فيها جدا. يعني كريستيانو رونالدو كان 84 هدف مع مانشستر يونايتد في 196 مباراه، وساديو ماني 86 هدف. هنتكلم اكتر يمكن على الدوري الانجليزي ودوريات تانية مع الناقد أمير نبيل، منورنا على شاشة قناة الأهلي. اهلا بحضرتك استاذ ساره وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يمكن زي ما قلنا انتهت الجوله الثانيه خلاص امبارح من الدوري الانجليزي، فيها ارقام كتير، في ظواهر كتير، قول لنا كده ابرز الظواهر دي. يمكن زي ما حضرتك قلت في البدايه، المعدل التهديفي او الرقم القياسي في عدد الاهداف اللي سجلت في هذه الجوله يمكن كان رقم قياسي، تخطينا الرقم السابق. شفنا مباريات كتير بتكسب فيها اربعه وخمس اهداف، ويمكن مش حتى على مستوى التوب 6 او الانديه الكبرى في الدوري الانجليزي فقط، ولكن ايضا كل الانديه بتقدم مستويات كويسه جدا، كل الانديه بشكل حتى بدني رغم ان ضيق الوقت ما بين الموسم الفات والموسم الحالي، شفنا بتقدم مستويات كويسه جدا في هذا الموسم. ولكن يعني الى جانب المعدل التهديفي المرتفع للانديه، كان في برضه حالات انذارات كتير وحالات بطاقات حمراء واستخدام الفار اكثر من مره، فهي بدايه ساخنه للموسم الانجليزي. طبعا في الجوله الاولى او الجوله الثانيه اللي كانت اكثر اثاره ايضا بوجود يمكن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اللي كانوا غابوا عن الجوله الاولى، وايضا ليفربول اللي قدر يوصل الانتصارات وهي حمله الدفاع عن لقبه في البطوله. يمكن البعض كان بيتصور ان ازاي ليفربول ممكن تكون سهله شويه باعتبار ان هو مش بيواجه ليدز يونايتد في الجوله الاولى، ولكن هو بيواجه بطل الشامبيون شيب. في اي حال كانت مباراه مثيره، وايضا قدر يصرف قوته امام تشيلسي في المباراه اللي فاتت وفاز بهدفين. اعتقد ان يعني بدايه مباشره لصفقه الدوري الانجليزي والابتداع بمزيد من الثقه في المباريات المقبله، ونتمنى انها تستمر على هذا الوضع وهذا المستوى المرتفع في جميع المباريات. خليني اقف معاك عند ليفربول وبالتحديد محمد صلاح والبدايه القويه قوي والهاتريك في مباراه ليدز، المباراه الافتتاحيه للدوري الانجليزي. الحقيقه قدم مستوى رائع، ويمكن من احسن المستويات اللي شفناها لمحمد صلاح مع ليفربول. شايف انه صلاح الموسم ده ممكن فعلا يتفوق على نفسه كمان عن الموسم اللي فات، ونشوفه بينافس كمان على جائزه. انا عارفه انه لسه بدري، بس من الواضح انه البدايه قويه جدا، يعني ممكن نشوفه كمان بينافس السنه دي على جائزه افضل لاعب في العالم. دايما البدايه بتبقى مهمه للهدافين تحديدا، للهدافين او اللعيبه اللي دايما بيبقى فرسان الرهان او بينافسوا بيراهنوا عليهم ان هم يشعلوا صراع الهدافين مبكرا، دايما البدايه بالنسبه لهم بتبقى مهمه جدا. شفنا على سبيل المثال هاري كين لما يعني مهاجم توتنهام لما ان هو توقف عن التهديف في عده مباريات، البعض بدا يشكك ان هو في قدرته على مواصله المنافسه على صداره الهدافين، وده اللي حصل بالفعل. يمكن برضه يعني الامور ما مشيتش زي ما هو عايز. ايضا محمد صلاح بالبدايه الموفقه للغايه وتسجيله ثلاث اهداف في المباراه الاولى، اعتقد يعني دي حاجه مميزه جدا تقدر تديله دفعه قويه في ان هو يوصل الصراع. صحيح ما سجلش في مباراه تشيلسي، ولكن ساهم في الهدف اللي جه الهدف اللي سجله ساديو ماني احد هدفيه طبعا في مباراه تشيلسي. فبالتالي اعتقد ان صلاح بيدي لنفسه دفعه قويه جدا،
هو دايما بيخلق لنفسه حوافز، دايما بيخلق لنفسه دوافع جديده. يمكن ده اللي بيميز شخصيه صلاح، ان هو قادر دايما على خوض التحديات دي. فمن بدايه موسم ان هو بيقدم نفسه بشكل كويس جدا، حاضر ذهنيا في كل المواقف الهجوميه، ما بتلاقوش مشتت، ما بتلاقوش ان هو يعني بيتجه للحل الفردي. حتى كل الاهداف اللي جاب، الاهداف اللي جابها في مباراه ليدز يونايتد يعني كان في موقف كويس جدا، وقدر ان هو يستغل ويستفيد من الموقف اللي هو فيه ويسجل. وحتى برضه ركلات الجزاء اللي سجلها برضه كان في تركيز عالي جدا. فاعتقد انها بدايه موفقه جدا لصلاح، نتمنى له الاستمرار، خاصه ان بدايه الموسم الحالي بالنسبه لليفربول يمكن تكون صعبه، قد تكون صعبه شويه بمباريات ليدز ثم تشيلسي وايضا ارسنال في الجولات المقبله. فاعتقد ان صلاح عنده فرصه ان هو مش بس ان هو يوصل التهديف، ولكن يثبت نفسه امام الانديه الكبرى وفي المباريات الكبرى. يمكن مشجعين أرسنال كان بقالهم فترة قبل الفترة اللي هي فيها دي تحت قيادة المدير الفني الجديد، كان بقالهم فترة يعني مش بيشوفوا أيام حلوة، لكن بعد الفوز بالدرع الخيرية وأرسنال يحقق الفوز الثاني على التوالي، من الواضح أن مستوى أرسنال في تصاعد مستمر. شايف إزاي المستوى بعد الفوز الثاني ليه على التوالي؟ هو صحيح يعني مشجعي أرسنال 10 أيام صعبة وأنا منهم الحقيقة، لكن يعني الموسم الحالي ممكن يكون مبشر شوية. مايكل ارتيتا المدير الفني عامل توليفه كويسه من اللعيبه، قدر ان هو يوظف قدرات لعيبته بشكل كويس جدا. الاداء نفسه شكله اختلف ما بين الفتره اللي هو تولى فيها المهمه مقارنه بفتره اوناي امري المدير الفني الاسباني اللي بدا الموسم الماضي مع ارسنال، وحتى فتره ليون بيرج اللي كانت قصيره جدا ما نقدرش نحكم فيها على مستوى ارسنال. ولكن مع ارتيتا نقدر نقول ان في اختلاف واضح في شخصيه الفريق. تخطيط الفريق بمعنى ان ارسنال في كثير من المباريات بيبقى مستحوذ، مسيطر على الكوره، بيضيع فرص كثير، ولكن بيخسر في النهايه. ده ما بقيناش نشوفه في بدايه الموسم الحالي ومن نهايه الموسم الماضي. الحقيقه كان ارسنال بيأدي بشكل كويس جدا. النهارده بنتكلم عن بدايه موسم شبه مثاليه بالنسبه للفريق اللندني، لو قدر يحافظ عليها خاصه في الاختبارات الكبرى زي بنتكلم عن اختبار زي ليفربول، فاعتقد ان هو عنده فرصه ان هو يكمل بشكل جيد في الموسم الحالي ويفضل في منافسه يعني الصداره او المراكز المتقدمه. وان كان يعني من المبكر او من السابق لهوانه الحديث على انه ينافس على لقب الدوري الانجليزي، من المعروف ان الموسم الحالي من اصعب المواسم بالنظر الى التدعيمات اللي عملتها انديه كثير مثل يعني زي ليفربول وتشيلسي وايفرتون ومانشستر يونايتد وتوتنهام، كلها عملت صفقات مميزه جدا وتقدر ان هي تنافس بيها بشكل كويس. نتمنى التوفيق لارسنال، وطبعا نجمنا محمد النني اللي قدر يثبت اقدامه بشكل كبير جدا مع الفريق في خط الوسط ونال ثقه المدرب ارتيتا اللي بيعتمد عليه بشكل اساسي. فيعني نتمنى ان احنا نشوف ارسنال بالكوره الجميله اللي هو اللي كان متعود يقدمها في سنوات قبل كده. من حق فعلا مشجعين ارسنال بقى ان هم يفرحوا شويه بعد الفتره الصعبه اللي عاشوها يا امير. لكن خليني اسالك برضو عن استون فيلا، شايفه ازاي بعد اول مباراه ليه، وهل ممكن يكون في مكان افضل الموسم ده؟ استون فيلا طبعا يعني زي ما كنا اتكلمنا على ليفربول وعلى محمد صلاح وعلى الانديه الاخرى ان البدايه مهمه. فبالنسبه لاستون فيلا بالنسبه لفريق كان بينافس على البقاء الموسم الماضي وقدر ان هو يعني يستمر وفي الجولات الاخيره ويحسم بقائه في البريمير ليج في الجولات الاخيره، فبالنسبه له كانت البدايه مهمه جدا. وفوز على فريق احتل المركز التاسع الموسم الماضي فريق تشيكل، وكان قريب جدا من هو يحقق انجاز بمشاركه اوروبيه، فاعتقد ده حاجه تحسب له. يمكن استفاد في المباراه من النقص العددي لفريق شيفيلد بطرد احد لاعبيه، ولكن بشكل عام ادى مباراه كويسه جدا. اعتقد المدرب دين سميث عمل يعني توليفه كويسه من اللعيبه، سواء بالعناصر اللي قدر يحافظ عليها زي طبعا نجمنا المصري تريزيجيه والنجم طبعا احمد المحمدي زائد جاك جريليش اللي يعني يعتبر العقل المدبر لهجوم استون فيلا، بالاضافه للتدعيمات يعني ادام تراوري ايضا من عفوا تراوري اللاعب البوركيني يعني يعد من الصفقات المميزه في هجوم استون فيلا. شفنا في المباراه اللي فاتت استحواذ في بعض اوقات المباراه بلغ 70% من الاستحواذ على الكره، اعتقد ان دي حاجه ايجابيه للغايه بالنسبه لاستون فيلا. يعني نتمنى ان هو يتجنب اخطاء الموسم الماضي، التدعيمات الموسم ده شكلها افضل، شكل الفريق بشكل عام حتى بالدفاع مينز ويعني مجموعه العناصر اللي موجوده لديه تقدر ان هي تقود الفريق لمنطقه افضل في جدول البريمير ليج في الموسم الحالي. لو تقول لي سريعا يا امير، شايف ازاي ازمه سواريز مع اداره برشلونه حاليا؟
يعني طبعا سواريز يمكن زي بنشبع بكره الثلج اللي فضلت يعني تكبر لغايه ما نادي برشلونه واجه الموقف ان هو موقف معقد حقيقه مع اللاعب اللي هو قرر ان هو يرحل عن النادي ويفسخ عقده. ويعني كان زي ما عرفنا طبعا من الاخبار ان هو كان عايز يحصل على الجنسيه الايطاليه او ينتقل لاحد الانديه الايطاليه، ولكن حصل يعني واجه اتهام بالتزوير فيه او الغش فيه اختبار اللغه الايطاليه. ولكن بشكل عام اداره برشلونه مخطئه في انها يعني تاخرت كثيرا في حسم ملف سواريز او مستقبل سواريز، كان ممكن من بدري جدا ان هو يتم الحسم، ولكن واضح ان دي يعني مشكله عامه في اداره برشلونه. نفس الامر يمكن شفنا ازمه كبيره عاشها برشلونه قبل بدايه الموسم الحالي تمثلت في ازمه القائد والنجم ليونيل ميسي قبل ان يستقر اخيرا على البقاء بعد يعني ضاقت به السبل وما لقاش اي امكانيه ان هو يرحل عن البارسا من خلال دفع قيمه الشرط الجزائي او كده. فاعتقد ان دي حاجه يعني بالنسبه لاداره برشلونه خطا كبير جدا في التعامل مع النجوم اللي عنده. اعتقد ان حتى الهجوم اللي يعني برشلونه في حاجه لمهاجم زي لويس سواريز لانه مش هيقدر يعوضه في الوقت الحالي. قد يندم برشلونه على الطريقه التي يرحل بها سواريز او يعني ايا كان المصير الذي سيؤول عليه هذا اللاعب. اعتقد ان كانت ثلاثيه جريزمان وميسي وسواريز كان ممكن يتم الاستفاده منها بشكل افضل من كده، خاصه يعني ان بدايه الموسم اعتقد ان لازم برشلونه يقدم ما يثبت انه تخلص من هذه الازمات وانها خلاص تم اغلاق صفحه ازمات اللاعبين واللاعبين اللي عايزين يرحلوا. صحيح ان الميركاتو لسه مستمر ودي يمكن حاجه بتقرب كثير من الانديه ان لسه ما استقرتش على قوائمها، ولكن اعتقد ان اداره برشلونه مطالبه بانها يعني حسم سريع في ازمه سواريز يعني او يعني هي تصرفت بالفعل بشكل خاطئ. فاعتقد ان هي قد تندم على ما سيقول اليه مصير اللاعب. بشكرك جدا امير نبيل الناقد الرياضي بجريده الشروق، ونروح دلوقتي الحقيقه نشوف تصريحات جاريث بيل وسعادته بعد عودته لتوتنهام بعد ما قضى 7 سنين في ريال مدريد. من الرائع أن أعود. هذا النادي له مكانة خاصة عندي، فهنا قد صنعت اسمي. إنه نادي مميز وله مشجعون رائعون. آمل أن أستعيد لياقتي البدنية وأساهم في فوز الفريق بالألقاب. كما قلت توتنهام نادي مميز. لطالما قلت عندما رحلت إنني سوف أعود في يوم ما. الآن حانت الفرصة وأشعر بالسعادة لذلك. أرغب في تقديم الأفضل للفريق ولا يسعني الانتظار لكي أنطلق.